حياة بيوتي البنات، جيت نحضر معكم الكوتي البنات، جيت نحضر معكم خنفر اول ما وير البنات صاد راجي تيجي رائع. وعندي هنايا البنات زلافة زلافة ونص ديال الفرز، وزلافة ديال الفينو، وجوج معالق ديال السكر. وعندي هنايا خميرة الحلوة بيكاب باودر ست سبعة غرام. وعندي هنا الملحة، الخميرة ديال العجين، الخميرة ديال العجين البنات درت فيها الماء سخون خليها شوية تدوب. وصافي البنات عندي هنا الماء سخون المدافئ، درت الماء سخون هنايا المدافئ. وصافي البنات خليكم معايا تشوفوا طريقة التحضير. دابا البنات غادي نضربو بالخلاط الكهربي مزيان، لي ما عندهاش البنات الخلاط ديال اليد دير في مويليكس او تستعمل هذا نوريكم. البنات لي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تستعمل هذا شوفوا كنت هذا البنات.
انتما البنات من بعد ما خلطتوا بالخلاط الكهربائي البنات، الخليط كيكون هكذا البنات، ما يكونش جاري، ما يكونش ثقيل البنات، ماشي بحال البغرير يكون هكا البنات كما كتشوفوا، يكون ثقيل كما كتشوفوا. البنات غادي نخليها البنات ان شاء الله يخمر، وخليكم معايا ملي غنطيبو ان شاء الله. خليكم معايا البنات، هانتوما البنات من بعد ما المخلفة ديال الاخضر كيف شفتو الطريقة البنات، شفتو ما كتشوفو، نخرج فيه النفس البنات، غادي نحيدو وغادي نحطو المقلاة ديالنا عندي البنات، هاد المقلاة ديال البغرير. البنات غادي نحط المقلاة ديالي كيما كتشوفو، ونخليها تسخن المقلاة البنات، شوفو دور لي داكا، انتي البنات كيما كتشوفو، والمخنفر ديالنا هكدا نخرجو فيها النفس البنات هكا كيما كتشوفو البنات. البنات غادي نخلي البقيلة ديالي تسخن، اوكي نخلي البقيلة ديالي تسخن شوية، البنات عندي انا معلقة ديال الزيت تاع نبات يا بنات، نديرها شوية هكا، البنات باش تحمر لي المخنفر ديالي درت شوية الزيت ديال زيت نباتي يا بنات، نخلي المقلاة ديالي تسخن، بلاتي تبدا المقلاة ديالي تسخن، وغادي ندير مجمار، بسم الله، البنات كيما كتشوفو المقلاة ديالي سخنات، ودهنتها بشوية زيت نباتية، البنات دابا غادي نخليها تنشوف راه نشفات الفوق بحال البغرير البنات، مي تنديرو بحال هاك خيط تنحمرو بجوج جوايه، غادي نخليوها هاكا شوية،
بيحاولوا نقصوا البوطة شوية. البنات كتشوفوا البنات كيشوفوا راه تطيب تتقبل الفوق وتنشف لينا وعاد نقلبوها الجهة الأخرى. البنات البنات راه تيجي زوين، جربوا راه زوين ساهل ماهل. ولا جاك شي ضعيف من الغفلة البنات ديري عجني بالماء سخن وصافي، خلي واحد شوية وبغي طيبي فيه راه تيجي رائع. اسفنجي تيجي زوين. ثم البنات كيما كتشوفوا كيبدا طلع شوية، انا خصني التفصيل ديالي البنات باش نحطو البنات كتشوفو تتقب. كتشوفو هادي نقلبها ما ديرش بحالي، ما تحركوش على تحت تحت لتحت مزيان. زيد شوية عافية بس كما كتشوفو نقدر نحركو هكا البنات باش تحمر ليا الجهة الأخرى. البنات كيما كتشوفو الخنفر ديالنا مازال سخونة، غادي نجرب معاكم واحدة أخرى بشوية الزيت. البنات نحاول أنكم ديما ديما الزيت باش تحمر ديك الشيبة. بلا درتي شوية كبير، المهم على حسب اش النقلة عندك. بس هدا هو المخنفر ديال البنات تيجي رائع كما كتشوفو. دابا راه مازال سخون،
بداو تخلطوا العجينه، تخلطوا العجينه بالبيض باش يخرج فيها النفس. هانتوما البنات كيما كتشوفوا، ملي تيجي ملي تيدير بحال البغرير كيما كتشوفوا، والبنات غادي من بعد غادي عندي هنا العسل والزبدة غادي نذوبهم وغادي نشربو مزيان البنات. كيما كتشوفوا نخمم العجينة ديالنا وانا هاني الزبدة والعسل والخنفرة ديالنا، عندي درت جوج. خليكم معايا البنات، هانتوما البنات كيما كتشوفو شنو الخنفر ديالنا البنات، يجي البنات رائع جدا، جربوه هانتوما البنات. باقي نبين لكم مزيان، شوفوا التقييمات تيجي اسفل جي البنات، شوفوا بنات ما نجربوها راه تيجي رائع سهل جدا. دابا كنكملو في الكميه اللي عندي، تنسالي البنات الكميه اللي عندي في نفس هاد الطريقه نيت، وخليكم معايا البنات باش تشوفوا كيف كيجي في الاخر. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا المخرفر ديالنا واج، مازال كطيب فيه. المهم نوريكم نوريكم كيفاش كيجي البنات، تيجي رائع اكثر من رائع. دهنتو بالعسل كيف ما شفتوا الزبده والعسل، ندوبتهم شويه في العافيه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا نوريكم، هيا البنات حبست شويه الفيديو باش نقطعو ليكم. هانتوما البنات كيف تيجي، تيجي اسفنجي البنات رائع. ثم كيف تشوفو البنات راه تيجي رائع، ثم كتشوفو مهم البنات. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، وان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا اللايك والدعم ان شاء الله القناة اللي مازال ما شارك يشترك البنات. وشكرا لكم بزاف الى الفيديو القادم ان شاء الله، شكرا بزاف.